60 بلطة وبي يبلطون بالأفرع، بس اللي يروح مثل عنده عرف يبلطون. هذا شارع 30 طبعا، أمانة الله ورسوله ما نقدر، أبو تاكسي ما يفوت هنا من وراء الطسات. يعني حيل معاناتنا، حيل 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 ما زينا. بلدية تأخذ كهرب، يأخذون كل شيء يأخذون، بس ما حد يمرنا. حتى التنظيف، التنظيف قليل هنا جدا. يعني هاي الساقية يمكن أنا صار لي من 2011 ساكن هنا، ما شفت أبو بلدية نظف ساقي، يشيل البل وسخ البل حاوية وبس. الكهرب الإنارة من تجي من الصناعة إلى هين كلها بيها إنارة، إلا شارع 30 ما بيها إنارة. شروخ الله أكبر، يعني ما من العراق إحنا؟ إذا ما من العراق واحد يفهمنا يابا. كل المناطق اللي تبلطت بس الانتصار ما تبلط، حي التنك تبلطت الانتصار ما تتبلط. يجونا بس وقت الانتخابات، من بعد الانتخابات ما كل أحد. يعني هاي من 2004 أنا جيت على الانتصار، لحد الآن نفس الأوضاع وما تغير شيء، مجرد شوارع داخلية يبلطون والخارجية عايفيه ناسيها، ويقولون المجاري يعني تكمل. أنا ما أشوف بلدية هنا أصلا، يجون مجرد مواقع بسيطة، يجون هنا يشيلون كم موقع وفيه مع الله، ما يجوا لا ينظفون ساجية. والله بيدي أنا كل مرة ننظف سواجي وكرك. بالنسبة لخدمة البلدية لحد هاللحظة خدمات رديئة. هذا أول شيء شارع لحظة، هذا تقريبا صار له 3 شهور هذا مسدود. هاي البلدية جمع كسروا البوري مع الماي، رد أبو البلدية روح عليه يقول أخويا شغلة التبليط، أبو التبليط يقول صر من المجاري، دحق عليه لحظات تكسيرات. هذا الماي هاي شوف قطعة رزقنا، هذا صار إحنا صارنا أكثر من 3 شهور على هالمعاناة وعلى هالوضعية. الشارع هذا، ها الشارع يومي، هذا يومي احنا ننظف ونرتب وما يفيد. نفس الحالة مواطنين يشتكون وشي شياتي، ماكو كل نتيجة. يعني ساعة الشوارع جوا بلطوها وراء بكم يوم جاتها كلها مكسرة، صاروا الطب جوا بالمنطقة كلها مكسرة، يعني المنطقة نفسها جاعت تشكي.